هبدا معاكم على طول، لانه الحقيقه الموضوع انا بالنسبه لي خدته في اتجاهين. اتجاه ان تكون مثل هذه التصريحات ما هي الا حرب استراتيجيه بيعملها كارلوس كيروش بالنسبه للتصريحات اللي قالها ان هو ان هو ملوش علاقه بكاس الامم الافريقيه، او مش ملوش علاقه بكاس الامم الافريقيه، مش ان هو مؤهل، او يعني العقد بتاعه بيقول ان هو فقط كاس العالم. لا كابتن، هي من وجهه نظري مش حرب استراتيجيه بقدر ما هي يعني ان هو بيحاول يخلع نفسه ويخلع المسؤوليات اللي عليه ويبرئ نفسه من اي فشل قد يتحقق مستقبلا، قد يكون متوقعا وقد لا يكون، قد لا تحقق شيء وقد تحقق. لكن الكلام اللي بيقوله مدرب قبل كاس الامم الافريقيه وقبل ما تبدا بايام قليله ان انا مش رايح انافس عليها، فده كلام مش مظبوط خالص. ازاي مصر ما تنافسش على كاس الامم الافريقيه بحجه ان ده مش مكتوب في العقد؟ يعني هل مطلوب مننا ان احنا نقول نكتب في العقد انك لازم تفوز؟ طبيعي جدا ان مصر لما تشارك في كاس الامم الافريقيه وهي البلد صاحب الرقم القياسي في كاس الامم الافريقيه، 7 ألقاب دايما بنبقى مرشحين للقب تحت اي ظرف من الظروف مهما كانت وضعيه مصر. طول عمرنا مصر مرشحه للمنافسه على اللقب حتى لو طلعنا من الدور الاول. يعني في 98 كابتن الجوهري كان رايح من هنا، وكان احنا كان عندنا كان هناك اتفاق ما بينه وما بين اللاعبين. يعني لما تسأل الفتره يعني انا كنت يعني كنت موجود على الاقل في الجزء الاول من الفتره دي، لكن حققت الهدف المطلوب. دايما مصر بيكون لها طموحها، ودايما طموحنا ان احنا ننافس على الاقل نوصل سيمي فاينل ونوصل لادوار النهائيه. ده وضع حقيقي بتاع مصر، لكن مصر اللي تطلع من الدور الاول ولا تطلع من دور الثمانيه، يعني ده مهم جدا بالنسبه لنا ان يتحقق. انا شايف ان كروش اخطا بهذا الكلام وصدر لنا احباط مبكر، واعتقد ده ممكن ينعكس على اللعيبه اللي هتلعب واللعيبه اللي موجوده معاه. يعني انا ما اعتقدش ان مدرب ممكن يقول في الاعلام حاجه ويخش يقول للعيبه حاجه ثانيه. لا كابتن جوهري عمل كده، يعني يقول ما لكوش دعوه بالكلام اللي انا بقوله ده بره خالص. كابتن جوهري كان الله يرحمه بس كان عنده فكره او استراتيجيه. ما انا بقول يمكن يكون مثل هذا الكلام.